الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. حسين سلمي، وكيل وكالة أسفار نيادين ترافل. احنا في سوسة في زون توريستيك، عملنا الايفينمون هذايا، حابين نوريو معناتها للعالم اللي تونس راهي عن الامن وعن الامان وراهي سيكوريزي، وجبنا معناتها دي ناسيوناليتي معناتها مختلفه، تلاين فما فرنسيس، وان شاء الله باش نعملوا بهم تور على تونس كامله. عملنا البارح حمامات، اليوم قروان، من بعد نعملوا سبيتلا، وبعد نعملوا توزر دوز مطمطة، نعملوا جربة، وبعد يروحوا على المهدية والجم، ويروحوا على سوسة ويرجعوا لبلادهم إن شاء الله سالمين. وحابين أنا معناتها نعديو ميساج باهي للعالم اللي تونس راهو، خاطر فما فرق بينك اليوم معناتها يجي بالطيارة ويجي في البيس، فما فرق بينك اليوم يبدأ في الموتو يدخل للحوم، ومعناتها هذيك عندها دلالة كبيرة برشا، وهم ديجا معناتها هذوما ماهمش ناس معناتها عاديين، هما دي كادر أول حاجة في الدولة متاعهم، وثاني حاجة فما حتى اللي يخدموا في الأمن غادي ديجا معناتها ذاك جايين حبوا يشوفوا السيكوريتي متاع تونس، وعندنا حتى طيارجي، عندنا واحد سوق الهليكوبتر، معناتها ماهمش ناس عاديين، وفما شكون معاهم زاد كيف كيف الصحافة، وهم غادي كيروحوا بطبيعة مش يكتبوا على برشا حوايج شافوها باهية، وأكثر حاجة مش يحكيوا عليها أنا متأكد اللي هي السيكوريتي. حازم تريمش دليل سياحي قديم، تخصص سياحة المغامرات من اللي أنا صغير، حاجة هواية نحب، والسياحة الثقافية مغروم بالموتوسيكليزم، وداخل في الفيدراسيون فيم انترناسيونال، خممنا باش نطوروا المنتوج هذا. عاونونا عليه برشا ناس، منهم سيلياس الله يرحمه، كان يمن المنتوج هذا، توفى في جربة، أسامي موار، احنا عملنا التورنية هذية، وإن شاء الله زادة عندنا زادة في التورنية هذوما لسبور ميكانيك، حبوا ندخلوها عادة حميدة لسبور ميكانيك بصفة عامة، يدخلوا المناطق الداخلية ومناطق النائية والشكل اللي عنا، والناس تعيش في الفقر وبرش حاجات، نعملوا ان سبور سوليدير، مش معناتها تضامني. احنا تو مثلا عندنا باش نمشيو للسويس، تو كلوب نتاعنا في سوسة مشيو للسويس، واحنا كيف كيف ان شاء الله. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.